طبعا المؤتمر التاسع تنظيم مؤتمر دولي كان بالقاهرة لمساندة مسيح الموصل وقطاع غزة، والهدف منه التنديد بالجرائم اللا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في غزة الفلسطينية وإدانة جرائم تنظيم داعش الإرهابي. بالمناسبة كل الناس بتقول على تنظيم داعش، تنظيم داعش دي حاجة يعني طبعا دي حاجة إرهابية، لكن هذا التنظيم له أصول شيعية، يعني حتى النبي صلى الله جميع الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم نبأ بهذا التنظيم، سواء بتنظيم الخوارج اللي هو الإخوان تمام، أو بالتنظيم بتاع داعش اللي ده تنظيم شيعي. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام قال لسيدنا الإمام علي: يا علي، إن فيك مثلا من عيسى، هلك فيك إثنان، محب غالي ومبغض قاري. المحب الغالي اللي هم الشيعة اللي هم دول في تنظيم داعش دلوقتي، مفيش أي تنظيمات، مفيش أي تنظيم في العالم كله إلا تنظيمات الخوارج والشيعة، وكان بقى التنظيم السياسي اللي احنا عندنا اللي هو إيه، تنظيم الحزب الوطني زي ما بيقولوا يعني، واخدين بال حضراتكم. فالتنظيم ده تنظيم يعني احتمال ربما يتدخل فيها في الصوفية الأيام المقبلة أو الأيام القريبة، يقول لك دول صوفيين، احنا محبين للصوفية. لا، الصوفية من الزهد والصفاء والنقاء، وكلنا عارفين مين صلاح الدين الأيوبي، كان السياسي الأول بقى والسياسي المحنك، وكان صوفي. هو الإنسان لما يكون عنده إنسانية يكون عنده صفاء ومحبة وزهد، ما ينفعش يبقى صوفي؟ لا، لازم نتبع أمور الإنسانية اللي بيربطنا بيننا وبين اللي تربطنا بيننا وبينه الإنسانية، ومصالحنا المشتركة خاصة في جمهورية مصر العربية. لو قعدنا مع أوباما مع أي حد في الدنيا، تأكدوا إن إحنا لو قعدنا معه هنقعد معه عشان خاطر مصر، عشان خاطر الجيش المصري، عشان خاطر القوات المسلحة، عشان خاطر مؤسسات الدولة.